السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم خيرنا لكم ربع هواتف السعر تاعهم قل على 4500. في الفيديوهات اللي فاتوا كي نعطيكم الاسعار تاع الهواتف بزاف ناس يهبطوا لي كومونتير يكتبوا لي الاسعار تاعك زايدين بزاف ولا ناقصين بزاف، بزاف ناس ماهمش فاهمين علاه. خاوتي، الهواتف اللي متوفرين في الجزائر تقريبا كامل ماهمش متوفرين من عند شركه رسميه، يعني الاسعار ماهيش ثابته وماهيش رسميه، تما كل حانوت يبيع بالسومه اللي يحب. وهذا الشيء كامل لانه الاستيراد ما كانش هنا في الجزائر، نحاول العام اللي فات. واذا ماكش مشترك معنا وتحب هذا النوع من الفيديوهات ما تنساش تشترك في قناتنا وتفعل الجرس باش ديما يلحقك الجديد، وما تنساش دير لنا جيم باش تشجعنا ونكمل لكم في هذه الفيديوهات. ونبداو باول هاتف اللي هو هواوي إيكراكساد برايم 2019. السعر تاعو 2790، هذا السعر الرسمي من عند شركه هواوي، لانه هذا الهاتف متوفر هنا في الجزائر من عند الشركه. الشاشه تاعو 6.26 انش بدقه الاتش دي بلس، البروسيسور من نوع سناب دراجون 425 14 نانومتر، الرام 3 جيجا ومساحه تخزين 32 جيجا، الكاميرا الخلفيه 13 زائد 2 ميجا بكسل وكاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل، وبطاريه 4000 ملي امبير، وهذا الشيء كامل ب 2790. الهاتف الثاني هو جالاكسي ام 20 من شركه سامسونج، السعر تاعو 3500، كاين اللي يبيعوا فيه اكثر شوي وكاين اللي يبيعوا فيه قل ثاني. فيه شاشه 6.3 انش بدقه الفول اتش دي بلس، النوع تاعها دي اف دي، وكاين وحايد ما يعجبهمش هذا النوع من الشاشات. البروسيسور سامسونج اكزينوس 7904، الرام 3 جيجا ومساحه تخزين 32 جيجا، الكاميرا الخلفيه 13 زائد 5 ميجا بكسل، الاماميه 8 ميجا بكسل، والبطاريه 5000 ملي امبير فيها الفاست شارج 15 واط، وبسعر 3500. الهاتف اللي وراه هو الجالكسي A30 من شركه سامسونج بعد، السعر تاعو في حدود 3700 حتى 3900. الشاشه تاعو 6.4 انش بدقه الفول اتش دي بلس ومن نوع سوبر اموليد، وهذه حاجه مليحه بزاف. البروسيسور نفسه تاع الانفاني هو الاكزينوس 7904، الرام 3 جيجا ومساحه تخزين 32 جيجا، وكاين نسخه خلاف فيها 4 جيجا في الرام و64 جيجا في مساحه التخزين، كاميرا 16 زائد 5 ميجا بكسل، سيلفي 16 ميجا بكسل، وبطاريه 4000 ملي امبير فيها فاست شارج 15 واط. الهاتف الاخر هو الهواوي إيكراك ناف 2019، السعر تاعو 4200. فيه شاشه 6.5 انش بدقه الفول اتش دي بلس، البروسيسور كيرين 710 من شركه هواوي بدقه تصنيع 12 نانومتر، الرام 4 جيجا ومساحه تخزين 64 جيجا، الكاميرا الخلفيه 13 زائد 2 ميجا بكسل، الاماميه 16 زائد 2 ميجا بكسل، البطاريه 4000 ملي امبير فيها فاست شارج 10 واط، وكما قلت لكم يدير 4200. وكانت هذه القائمه تاع افضل ربع هواتف قل على 4500 من الاختيار تاعي، ونحب نشري هذوما الهواتف اللي نشريهم. ونتمنى نكون عاونتكم بهذا الفيديو. إذا استفدتم معنا ما تنسوش تدعمونا انتما تاني بالجيم لهذا الفيديو، اشتركوا في قناتنا وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.